تظاهرة حاشدة هي الأولى من نوعها تضم خريجي كليات الإعلام في العراق للمطالبة بحقوقهم المغيبة منذ سنوات، ومطالبهم تلخصت بمنحهم عضوية نقابة الصحفيين وإدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج الدراسية. رضا العبادي والتفاصيل. منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد وقرب بوابة السلطتين التشريعية والتنفيذية في الخضراء، وقفة احتجاجية لأصحاب السلطة الرابعة للمطالبة بحقوقهم تحت عنوان أنا خريج إعلام أريد حقي. أعداد كبيرة تجمعت باعتصام مفتوح ضم خريجي كليات الإعلام في العراق مطالبين بأبسط حقوقهم المغيبة والتي لم يتطرق لها أحد، رغم الدور الكبير الذي لعبه الإعلاميون في شتى ميادين البلاد. اليوم طلعنا احنا طلاب كليات الإعلام تحت عنوان أنا خريج الإعلام أنا أريد حقي. ما يقارب 17 سنة من التهميش والحقوق المسلوبة، اليوم كليات الإعلام تقف وقفة مشرفة للمطالبة بحقوقها. الوقفة اليوم لم تقتصر على خريجي كليات الإعلام، بل هي وصلت إلى الإعلاميين المتمرسين الذين يزاولون مهنة الإعلام. هم أيضا نحن يعني مسلوبو الحقوق باعتبار نحن شهادة كلية إعلام، والخريجهم يلتقون بهدف واحد على مستوى الضمان الاجتماعي بالتعيين الحكومي بمؤسسات الدولة. اليوم ما يضير الإعلاميين وما يضير خريج الإعلام هو وجود بدوائر الدولة أقل قسم توجد شعبة إعلام أو مديرية كاملة للإعلام في الوزارات وفي الدوائر الكبيرة تنتمي وتستقطب يعني طلبة خريجين موظفين لا دخل لهم بالإعلام ولا يعرفون منهجية وآلية العمل الإعلامي. إقالة نقيب الصحفيين ومجلس النقابة وسن قوانين تدعم الإعلاميين والصحفيين الشباب وزجهم في العمل الإعلامي ضمن مؤسسات الدولة، إضافة لتشريع مادة التربية الإعلامية في المناهج الدراسية كي يتسنى للخريجين التعيين ضمن الملكات التدريسية، هي أبرز مطالب المعتصمين من خريجي كليات الإعلام. احنا كنا خريجين اعلام احنا اهم مطالبنا كخريجين هو حصر الدرجات الوظيفيه بالوزارات والدوائر زين الحكوميه، وكذلك اقتراح الماده التعليميه ادراج الماده الاعلاميه بالثانويه والاعداديه كونا خريجي اعلام. جين الاعلام احنا اليوم طلعنا للمطالبه بحقوقنا كخريجين نسوة بقية خريجين الكليات، وبس مطالبنا واضحة جدا، هي مطالبنا وحقوقنا بالتعيين على الملاك، إضافة مطلب كلش مهم اللي هو إضافة مادة التربية الإعلامية الرقمية اللي هي مادة تعتبر حق للإعلام وحق للمجتمع، بالإضافة إلى الهوية واللي هي حق انتسابنا وتعريفنا على أن احنا خريجين إعلام. مطلب يجوز يختلف عن إخواني الإعلاميين، ويجوز أنتم راح تشوفوه مطلب مضحك، لكن هو للأسف مطلب جدي. أنا أطالب بإبعاد قرايب المدير ونسابته عن أقسام الإعلام. لقناة الطليعة الفضائية رضا العبادي، بغداد.